بهولندا نسميه مصلى، اكتبوا لي شو تسموه بلدكم. نجيبه وننفه بهالطريقة من الرمل والشوائب الأخرى، نبرش له جزر على الناعم ونثرم له بصل ناعم ناعم وكزبرة ما ننساها، تنطي طعم كلش طيب. والحامض بس القشر مو الأبيض حتى ما يمرمر وياك. لترين من المي بس يغلي تنزل عليهم ملعقتين ماجي وشطة، وتخليه يغلي لمدة ربع ساعة، وتنزل المصلة لحد ما يبلش يتفتح عندك كله كله، يكون استوى. وألف عافية، لازم تجربه.